واللي قتلوه قتلوه مغدور وهذاك الشيء، نورمالمون خص السلطات ديالنا ديال المغرب هي تدخل وتشوف تجيب لي حقه. لا ما وقفاش معنا، ما وقفتش معايا نيشان، ما مشاو معايا وراوني للسبيطار، ما وراني للناس ديال البوليس. كون ما لقيتش ناس برا وما اوروزمون اللي لقيت ناس من عندنا من الجهه ديالنا وهذاك الشيء هما اللي وقفوا معايا. هي لو ريبريزونتون ديالنا هي الكونسيلا، هو الكونسيل نورمالمون هما هذا اللي مكلفين بالناس الجاليه ديال المغرب، هما اللي يتكلفوا. ما غاديش انا ندير محامي ولا نجي من بركان نجي حتى لبروكسل باش نشوف نجيب الحق ديال ولدي. كنوصي على واحد الحاجه، راه المسائل ماشي سهله باش الانسان غير يجي ويدي ولده ولا هذاك الشيء. راه كاين واحد المشاكل. لا 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 الكونسيلا ما وقفاش معنا، ما وقفتش معايا نيشان، ما مشاو معايا وراوني للسبيطار، ما وراني للناس ديال البوليس، ما شافوش معايا كاع المسائل. كون ما لقيتش ناس برا وما اوروزمون اللي لقيت ناس من عندنا من الجهه ديالنا وهذاك الشيء هما اللي وقفوا معايا، والحمد لله كنشكرهم وكنعاود الشكر ليهم. سيرتو السي عبد الاله شاطر والسي مجيد العتروس، بحال هادو ولاو اكثر من الوالدين ديالي والاخوان ديالي. وان شاء الله نتمنى ما نتمناوش هذا الشيء باش يوقع المره اخرى لشي واحد اللي نوصي به، وهي خصنا الكونسيلات دير واحد المسائل من يتصرى شي حاجه هما اللي يتكلفوا، هما اللي يمشيو مع السيد اللي كان وقعت له شي مشكل ويتواصلوا مع السبيطار ويمشيو للبوليس وهذاك الشيء. الانسان لحقاش لا جيت انا كيما دابا جيت بركان ما عرفش انا بروكسال، ما نعرف حتى في كون ما لقيتش الاخوان اللي ساعدوني كون لقيت حاصل هنايا وما نديش الولد ديالي. روزمون انا لقيت الاخوان وفي الساعه تكلفنا في مام با 5 جور. راه دابا الحمد لله صلينا على الولد، وغادي ان شاء الله الجمعه نكون الديبار ديالي يكون ان شاء الله نكون بركان. نعم دابا شكون اللي غيتابع القضيه ديال الملف ديال ولدك باش تجيب الحق ديال ولدك؟ شكون اللي قتل ولدك هنا في بلجيكا؟ هنايا في بلجيكا شكون اللي غيتابع الحق ديالك؟ وانا هي في الحقيقه ماشي انا اللي غادي نتابع، هي لو ريبريزونتون ديالنا هي الكونسيلا، هو الكونسيل نورمالمون هما هذا اللي مكلفين بالناس الجاليه ديال المغرب هما اللي يتكلفوا. ما غاديش انا ندير محامي ولا نجي من بركان نجي حتى لبروكسل باش نشوف نجيب الحق ديال ولدي. ولدي قتلوه مغدور وهذاك الشيء، نورمالمون خص السلطات ديالنا ديال المغرب هي تدخل وتشوف تجيب لي حقه. هذا هو اللي نطلب من المسؤولين ديال المغاربه باش هما يتدخلوا ويشوفوا مع المسؤولين ديال بلجيكا ويشوفوا المسائل فين هما يتابعوا المسائل. وانا دابا راني بعيد، غادي نكون بركان، ما غاديش نبقى على اتصال دائما معاهم. دابا واش عرفتي ولدك كيفاش مات؟ واش عطوك شي معلومات على ولدك كيفاش مات؟ شكون اللي الطريقه باش مات ولا باش شفتيه ولا فقط شفتيه وصافي؟ اول حاجه شفت الولد ديالي في لامورك، ابري قلت مشينا للبوليس قلت له نشوف لا فاسون باش مات ولا هذاك الشيء. قال لي ما هاد المسائل ما نقدرش نعطيوك في هاد الوقيته وهذاك الشيء. ما قالوا لي لا واش داروا الاجراءات ديالهم قبضوا الناس المسؤولين. دابا نورمالمون خص ندخل القنصلة دخل مع هذاك الشيء باش يعطيوني واحد باش نكون مرتاح. يعطيوني شكون دابا تقتل الولد وهذاك الشيء، واش شدوا هذوك المجرمين اللي شدوهم؟ كنشكروا لكسميت السلطات، لا المغربيه القنصليه ولا الناس ديال بلجيكا البوليس ديالنا. واللي بغيت نقول لك التواجد نتاعنا هنايا يعني على هذا المرحوم اللي قتلوه الله يرحمه، هو المقبل كل شيء ويغفر له ويوسع عليه ان شاء الله. نطلب الله سبحانه وتعالى يجعله في جنات الفردوس ويجعل الصبر والسلوان الاهل نتاعو والوالد نتاعو. اللي بغيت نقول نقدم الشكر للاخوان كلهم اللي شاركوا في هذا التضامن وهذا الوحده، ونتمنى الله سبحانه وتعالى دائما يجمع الشمل نتاعنا على هذه المسائل اللي كتوقع بحال هكذا. يعني دار المجهود وتعاونوا على
يعني هاد الجثة باش تمشي في أقرب وقت. والحمد لله اللي كانوا الإخوان متواجدين. نتمنى إن شاء الله المسؤولين تاعنا سواء في المغرب أو لا سواء اللي هنايا يقوموا بالواجب نتاعهم ويمدوا يد المساعدة يعني للإخوان بحال هاد المصائب اللي كتصيب يعني الجالية المغربية اللي مقيمة هنايا إن شاء الله.